السلام عليكم واهلا بيكم. العمارات اللي في الظهر دي عمارات الاسكان المتميز في مدينه بدر اللي نازله في الطرح اللي بادئ من يوم 27/10 لحد يوم 26/12، عدد 1500 وحده. احنا في موقع مميز جدا، المكان ده كويس جدا. هخش جوه دلوقتي وهوريكم الدنيا على الطبيعه. الطريق اللي احنا واقفين عليه ده الطريق الرابط بين طريق الروبيكي ومدينه الشروق ومركز الطب العالمي على طريق اسماعيليه. يعني من هنا كده نروح على طريق الروبيكي 10 دقايق من هنا نكون في قلب العاصمه الاداريه الجديده. عشان نصبح قدامنا الارض الفاضيه دي كلها، الارض الاراضي الاسكان المتميز، قطع اراضي الاسكان المتميز اسمها شمال الحي السابع. طبعا المنطقه دي الحي السادس اسكان اجتماعي، ده الشارع الفاصل بين الاسكان الاجتماعي وبين عمارات الحي العمارات الاسكان المتميز اللي نازله دي. ده شكل العمارات وده الموقع على الطبيعه قدام حضراتكم. طبعا هي نازله سعر المتر 7050 جنيه، تدفع طبعا جديد حجز 100,000 جنيه، وبتقدم ورقك من على موقع مسكن. ده الشكل العام للمكان. طبعا التقديم هنا بدون اي اشتراطات، التقديم بالبطاقة الشخصية فقط وبترفعها على الموقع. بشكل عام طبعا هنا في محطتين للقطار الكهربائي، في محطه في الصوره كده، محطه هناك كده، وفي محطه ثانيه دي محطه بدر تبادليه اللي رابطه بين محطه عدل المنصور اللي في السلام وبين العاصمه الاداريه الجديده، وفي محطه ثانيه اللي هي محطه الروبيكي قدام، بيننا وبينها تقريبا 500 متر. يعني الموقع بتاع العمارات بتتوسط المسافه بين منطقه الروبيكي، محطه الروبيكي ومحطه مدينه بدر. طبعا العمارات دي موجوده شمال مدينه بدر، جنوب مدينه بدر هو طريق السويس، وشمال مدينه بدر طريق اسماعيليه. يعني طريق الدائري الاقليمي هنا وطريق اسماعيليه برضه، بيننا وبينه من هنا 5 دقائق بالظبط بالعربيه.